طب ما هم بيقولوا لنا يعني، هم بيجوا يقولوا لنا برضو يعني حضراتكم تمام يعني الطب النفسي بيجوا يقولوا لنا يا جماعه وخليكم معايا في القصه دي، يعني انتوا اكيد انتوا معايا، انت لازم تتعلمي بقى من تجاربك اللي سابقه، ولازم بقى الغلطات دي ما تعيدهاش تاني، مش ده اللي انتوا بتقعدوا تقولوه؟ أيوه. طيب احنا اتعلمنا خلاص، بقى عندي ايه ذكاء أيوه. عاطفي اللي هو ده بس هيعمل كذا. هو كده عارفه دي هي بالظبط. ان انا قفزت لقرار من قبل ما افهم اسباب المشكله وايه هي المشكله وجذور المشكله. انتوا قلتوا لنا بلاش غباء عاطفي. لا ما انا لما بعلمك تشوفي علامات حمراء لازم تفهمي وتجري. لا ما جريش بلاش اجري دي عشان كله بيجري. كله حاليا بيجري وما بيصدق ان هو. ايوه ما احنا تعبنا بقى يا دكتور. احنا بنتعلم علشان نبني، مش بنتعلم عشان نهد. يعني احنا بنتعلم عشان نبني، يعني الفكره كلها انا متعامل مع قدامي، انا مش قصدي احكم عليه ولا صنفه ولا اسميه. يعني ما اجيش اقول لحد انت صفتك كذا، انت غبي، انت ما شاء الله، لا احنا مش بنقول، فما بنوصفش. لكن هي الفكره كلها بنبص عشان ايه؟ بنبص عشان ايه؟ علشان انا اعمل خطه ازاي انا وانت نتجاوز ده. وهو على فكره الذكاء العاطفي مفيد جدا في الحياه الزوجيه، يعني لو قدرنا نوظف ونبلور الديناميات اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجه علشان نعدي الازمه تمام، ونقدر ندور على اللذه او المتعه او الاستقرار في حياتنا، احنا هنا فعلا استفدنا من ذكائنا العاطفي. ما هو ساعات الذكاء يبقى زي ما هو نعمه، ساعات يبقى نقمه. هو فعلا بيبقى نقمه. بنروح ناحيه انهي ذكاء؟ الذكاء اللي انت تقصدي ايه؟ دايما الام تيجي تقول لك انا ابني والله اشطر ولد في اخواته، كان اذكى واحد، ده طول عمره متفوق، بس لما تيجي تبص عليه لا عارف يتعامل مع اصحابه ولا عارف يكتسب مهارات اجتماعيه ولا عارف يندمج في المجتمع، وبالتالي بعد شويه يرفض المدرسه، يبقى عنيد، مشاغب، عدواني، عنده رفض اجتماعي او انسحاب او يعني مش متهتم بالانفعالات الاجتماعيه، وبالتالي هو الاخر بالنسبه له شيء. احنا بنتكلم طب الذكاء بالنسبه لده جات لنا رساله كانت مهمه جدا في الحلقه اللي فاتت، بس بصراحه انا شفتها ان هي تليق اكتر في حلقه الذكاء العاطفي. في ليلى بتقول لك ايه، انا اتجوزت 8 سنين وعندي ولدين، وجوزي انا عايزه اقول لك يا ايمان ان جوزي حد محترم جدا وذو مركز مرموق في المجتمع وبيحب ولاده جدا ومربيهم معاه كويس جدا، لكن انا انفصلت بسبب ان هو معايا انا مش معتبرني فيه زوجه في البيت خالص. هو كويس جدا، اب صالح، ما اقدرش اقول انه اب مش كويس، لكن مش زوج صالح، وعلامات استفهام انا صح ولا غلط، وده تعب قلبي جدا. كلامها صح، لكن اللي حصل صح ولا غلط خلينا نفهم. هو فهمه قول الجواز، ما هي دي المشكله اللي بتقابل الناس بقى. يعني حاليا راجل كويس جدا في البيت مع اولاده وكل بالزبط حاجه بالزبط. لكن هو مش شايف كزوجه. طب ايه ده؟ ما هو ما عندوش ذكاء عاطفي. هو ممكن يكون عنده ذكاء عقلاني او اللي هو التجريد الفكري المعرفي، اللي هو احنا كل الناس بتقيسه بالقدرات التعليميه، او ان احنا بنروح بنودي ولادنا المدارس واكاديميا. يعني تلاقي ولي الامر او الام او الاب مهتمين جدا، انا ابني عنده 3 سنين وبيقول الحروف بالانجلش، بيعرف يقول الارقام كلها، بيعرف يكتب، بيعرف احنا بنهتم قوي بالحته دي، ما بيهتمش بجزء الذكاء العاطفي وقصه المشاعر والحياه. لكن لو جيت تبص لكل حاجه في حياتنا هي عباره عن مشاعر، وحتى في العمليه التعليميه يقول لك كل عمليه تعليميه مرتبطه بالعواطف. يعني احنا حبينا التعليم لما مدرسينا قدروا يحببونا في المدارس. كان في مواد بتلاقينا شاطرين فيها وبنحبها ومتفوقين فيها عشان انا بحب المدرس، ايه اللي يحببني في الماده؟ انا حبيت ان انا اطلع دكتور علشان في دكتور انا بحبه، انا حبيت ان انا اطلع مذيع علشان في حد انا بحبه. فاذا المشاعر موجوده في كل حاجه في حياتنا. لكن هنا في نقطه مهمه جدا، ان الذكاء العاطفي اصلا قابل للتطوير والتدريب، يعني عكس الذكاء العقلاني اللي الشخص بيتولد فيه. هو ربنا خلقه كده، هو رزقه كده، فنقعد نقول الام ده هو ربنا كده وطيب وهيكمل على كده، ومعدل الذكاء بتاعه ما بنحاول نرفعه شويه ما بيتحسن. ده المعدل الذكاء العام اللي الناس تعرفه، اللي حضرتك تعرفيه، اللي هو الاي كيو، اللي الناس بتقول عليه الاي كيو. لكن الذكاء العاطفي هو بيرتبط بمهارات يقدر الشخص ينميها شويه. يعني العيب في الست ان هي ما قدرتش تنمي مهاراته او تجذبه ليها عاطفيا؟ هو مش عيب في الست، يعني هي ملهاش ذنب، هي ملهاش ذنب طالما هي حاولت معاه، ما كانش ليها دور يعني وما كانش ليها دور معاه.